كان يوم اسود، تعكنا من صباحة ربنا، وكنت شايف رايح اخلص في العربيه رجع في الاتفاق. قلت له يا ابني النص الراجل كلمه، قال له انا ما بيع شيء وانا صعيدي ما بقفل، دمي حامي واليوم بتنكسر قدامي في الخط الامامي. خدت هو والعربيه بس ندمان، ما عرفش اعمل ايه تاني. استغفرت وما فيش فايده. نصيحه لاي حد عايز يقدم مصلحه، لو يومك ابتدى صح هينتهي غلط. واسع حاجه تبدا بها يومك، اسمع برنامج صبحي كل يوم الاحد الخميس من 8 ل 10 الصبح مع امجد الشرقاوي على ميجا اف ام، عشان كله لمال الناس. مال الناس جنة ما تنداس. كات. ايه يا ابني اللي انت بتقوله؟ ايه انت اي ارتجال وخلاص؟ فيه